تفضل دكتور. في البداية نحب نشكر قناتكم الفتية ولمتابعتكم للجهة الصحية ولصحة المواطن وما لذلك من أهمية قصوى في البلاد. كما ريتوا اليوم زيارة تاع اليوم زيارة تعتبر رفيعة المستوى، زيارة جات في وقت صعب وصعب جدا في وقت حرج. ونذكر كنا لدرجة جوية للصحة هي أول من أطلقت صفارة الإنذار منذ 11 ولا 12 يوم وقالت ترى الوضع الصحي في القيروان خطير وخطير جدا. اليوم الجهة الصحية كسبت قرارات هامة بالنسبة لوزارة الصحة وهو دعم الجهة الصحية ب 16 سيارة إسعاف مش يأتيوا منهم زوز غدوة إن شاء الله يكونوا في القيروان هذوما اللي دعم 2 + 16 = 18 زوز مش يجيوا غدوة يكونوا على ذمة المستشفى الجامعي وإن شاء الله نمتعوا معتمديتنا الكل كل معتمدية باش تاخذ سيارة إسعاف أو اثنين. الحاجة الثانية وعد السيد وزير الصحة لتجهيز 10 سيارة انعاش وراو سرير انعاش يتجهز تقريبا 200,000 دينار، دونك هذايا مكسب كبير ياسر للجهة. إذا كان اليوم جهة القيروان ولا تطمح باش يولي عندها 17 فرش انعاش فهذا مكسب نعتبروه هام مهم جدا. ثلاثة لي كونسنتراتور دوكسيجين هما 10 لتر ماهمش عدد كبير برشا، باقينا مش يعاونوا خاصة في المحليات وأنا وعدت في الجلسة كوني باش نحطهم على ذمة المستشفى المحلي بالوسطاتية نظرا بكوني الجهة هذه أكثر جهة موبوءة والجهة الوسطاتية راهي المستشفى المحلي دعم المستشفى الجامعي بكثر كونسنتراتور سابقا اللي قاعدين يتمتعوا به من المواطنين. ثلاثة إن شاء الله في الانتدابات اللي مش تصير وتأشر عليهم رئاسة الحكومة القيروان يكون عندها نصيب مهم. بالنسبة للقرارات اللي اتخذت من السلطة الجهوية فهي قرارات تصاعدية، شفتوا بالنسبة للقرارات تاع الأربعة اللي فاتت القرارات زادت صعدت أكثر. وإنما نرجع ونقول راهو المواطن هو صاحب القرار مانيش احنا، المواطن هو صاحب القرار والمواطن هو اللي يستحفظ على صحته ويستحفظ على عائلته ويستحفظ على والديه ويستحفظ على أقاربه، وذلك بتجنب الفضائيات بتجنب الاكتظاظ بتجنب نصب اللي هي زحمة، يستحفظ على صحته وبالتالي باش يعاوننا برشا إن شاء الله. احنا إذا كان يعاونونا في المستوى هذايا وعدوا السيد وزير الصحة رغم شح التلقيح وهذه ما تقلتش في العلن نراو ثم شح التلقيح وانا من القيروان ستتمتعوا بحملات كبيرة للتلقيح في جميع المعتمديات. رانا غدوة مش نتنقلوا 4 فرق من الإدارة الجهوية، فريق قدواني، فريق قدو مدير الصحة الوقائية، فريق قدو المتفقد العام، فريق قدو كهيئة مدير الرعاية الصحية الأساسية، باش نزوروا 8 معتمديات غدوة ويمكن عقد لجان محلية مع السادة المعتمدين أثناء الزيارات هذه لتفعيل قرارات الجهوية ولوضع الاستراتيجية الكفيلة بإيقاف هذا الوباء. احنا ماشيين في الاتجاهات كل ان شاء الله ربي يحفظ ولايه القيروان، ان شاء الله ربي يحفظ اهالي ولايه القيروان. احنا كنا توا كان لحدنا اليوم كانوا الناس كل يد في اليد، نواب قوات امنيه حاضره، السلطه الجهويه، اطارات الصحيه تشوفها حاضره اليوم بكثافه. لا ننسى اليوم كانوا يوم احد، لا ننسى اليوم كانوا يوم راحت اغلب الموظفين في تونس، وانا مالي طرات الصحيه موجوده رغم تواجدها البارح الى حد ساعه متاخره من الليل لتحويل 9 مرضى للولايات المجاوره. اني نتمنى من ربي كوني ما عاد نحاول حتى مريض الولايات المجاوره، كون ولايه مرضى القيروان يقع مداواتهم في المؤسسات الاستشفائيه بالقيروان، وهذا التحدي اللي قادمين عليه وبحول الله بتضافر الجهود مش ننفذوه بعد وعود الوزارة مش ننفذوه، وكلامي هذايا نكون مسؤول عليه وهو مسجل عندكم، وإن شاء الله نتحاسبوا يوم آخر. وكل ما هو جاي للقروان فهو مكسب لهذه الولاية ومكسب للجهة الصحية، وهذايا هو الهدف متاعنا وما عناش حتى هدف آخر. ربي يعينكم وربي يوفقكم، ربي يسترنا ويستر ولاية القيروان ويستر أهالي القيروان.